رسالة هامة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة شعب أدبي. شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منشور من خلال الصفحة الرسمة لبنك المعرفة المصري يحمل رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي والذي من المقرر أن يبدؤون امتحاناتهم الرسمية يوم 10 يوليو. ووجه المنشور لطلاب الشعبة الأدبية دون غيرهم لأنه خاص بالمواد الأدبية التي يدرسونها مثل الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، حيث أشار المنشور إلى أن مصادر نهضة مصر التفاعلية تساعد الطالب بمذاكرة هذه المواد دون تشويش. وأبرز هذه المساعدات في استجماع الفروق بين جميع المدارس والمذاهب الفكرية وذلك بطريقة سلسة ومستفيضة، وكل ما على الطالب هو الدخول على منصة إدارة التعلم إلماء من خلال بنك المعرفة المصري. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أكدت من قبل أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء سيقوم الطالب إجراءها من المنازل، حيث سيتوفر الامتحانات على الموقع الإلكتروني للوزارة، فيقوم الطالب بطباعته والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان.